العيش ده بقى انا مقمره ومسخنه ومظبطه، عشان كده انا حبيب ندى. حبيبي تسلم يا يا جماعه، انا عايز الترابيزه دي تتنسف، كل الفسيخ ورنجة يخلصوا. اوكي انا عاوز رنجة. الرنجة فين؟ قدامك هي بتقول لك انا اهو. ايوه يا جماعه، على فكره الاكل ده كله شريف هو اللي عامله. ها ترى الله، الفسيخ يجنن. بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. ايه يا سميه، ما بتاكلش فسيخ ليه؟ لا شكرا. غير الفسيخ. لا يا عمي مالكش دعوه بيا، انا هاكل عيش ببصل. انت غريب قوي يا اخي. الله الله يهبل، انت لازم تقول لي انت عامله ازاي ده. لا تعزيني اقول لك سر الصنعه، لا يمكن ابدا. لو النبي يا شريف، قول لي الفسيخ ده بيتعمل ازاي وانا اعمل لك اللي انت عايزه. لو النبي، ايه يعني اي فسخان يجيب من عنده فسيخ احسن من ده كمان؟ لا يا حبيبي، المهم النفس. اه ما انا شايمه من ريحه النفس بصراحه. قولي لي يا ندى، اقول لهم الوصفه ولا اعمل ايه؟ اه يا حبيبي قول لهم، برضو اصحابنا يعني مش عيب. ماشي. بص يا ستي، انت تجيبي بقى ايه، بوريايه كده ملحمه مبطرخه حلوه كده، ها، وتغسليها كويس قوي قوي قوي. تملي الخياشيم بقى بكيسين ملح. بتحبي الشطه حطي شطه، وبعدين كل ده يتردم في الملح، وتجيبي كيس نظيف تاني بقى وتلفيها فيها، بس اهم حاجه تفرغيه من الهواء وتسيبيه ملح. وبالهنا والشفا بقى. استاذ بجد، برافو برافو يا شيف. شكرا. ربنا يخليك ربنا يخليك. اجيب لك فسيخ؟ فسيخ ايه يا عم، ده ما بياكلش، ده بيحف. الاولاد اللي هناك، يلا كل يا ولد، كل كل. يلا يلا خد. بلاش فسيخ يا سميح، تاخد ملوحه. شفت شريف بيعمل ايه مع مراته؟ حقيقي بهرن، بينظف ويغسل ويطبخ ويشتري طلبات البيت، بجد راجل جنطي قوي. هو مين قال لك ان انا اقبل بحاجه زي كده؟ وما تقبلش ليه؟ فيها ايه يعني؟ الراجل ما بيشتغلش وحابب يساعد مراته، فيها حاجه دي؟ فيها يعني ما فيش رجاله بتعمل كده يا اماني. لا، في الراجل اللي بيحب مراته وحابب يساعدها، بس مين بقى يحس ويفهم؟ قصدك ايه يعني؟ قصدي انك لازم تتعلم منه شويه، لازم تساعدني في شغل البيت، انا بجد بيطلع عيني. هو انا ايه، ما بصعبش عليك؟ وانا ساعدك ليه؟ انا مش جايب لك شغاله بتساعدك كل يوم؟ الشغاله اللي حضرتك بتتكلم عنها دي بتقعد بس ساعتين في اليوم، يعني انا اللي براعي البيت كله طول اليوم، بطبخ واخد بالي من الولاد واذاكر لهم، ايه حقيقي بتعب. والله ده واجبك زي ما هو واجبي بالظبط. انا اشتغل صبح دور الليل عشان اجيب لك الفلوس اللي بتصرفيها انت وعيالك. انما بقول لك ايه يا حبيبي، ايه رايك في اللي بيعمله شريف في بيته؟ مش عارف بصراحه، ماليش راي. مش عارف ايه يعني، انت شايف انه صح ان هو يقوم بشغل البيت كله؟ هو يمكن يعني اكيد حاجه لطيفه انه يساعد مراته. يعني مش شايف ان هو مزودها حبتين؟ انت يا حبيبتي شايفه كده، يبقى هو فعلا مزودها حبتين. انا استفدت ايه منك؟ انت شايف ايه؟ انا مش شايف قدامي اي حاجه من الرنجه اللي ضربتها. انا عاوز انام، حرام عليكي، العيال اغمى عليهم ورا، انت لسه فيكي طاقه تتكلمي؟ ومين قال لك ان الراجل مسؤوليته بس انه يصرف على البيت؟ والله انا تربيتي كده بقى. طب يكون في معلومك، من هنا ورايح انت هتساعدني في كل تفصيله في البيت. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.